بدري قوي. ما هو الفيديو بدأ. طيب بص يا شباب، احنا في مكان اسمه تل باب سدره. تل باب سدره دوت موجود ما بين منطقه عمود السواري او السواري ومنطقه المدافن، خلاص اللي هي مدافن المسلمين هنا. المنطقه كلها اسمها تل باب سدره. زمان كان بيتقال عليها اكروبوليس. اكروبوليس معناها مدينه، اكرو معناها العالي، هي المدينه العاليه او المكان العالي. لان هو لما هم يقولوا ان احنا عايزين نعمل معبد للسرابيوم، يعني شافوا اكتر مكان عالي في اسكندريه وقالوا احنا هنبني المعبد بتاعنا هنا. خلاص كده. انت كجايد بتمشي ازاي؟ بتمشي، انا من وجهه نظري يفضل ان انت تبدا الانترودكشن، وحتى ممكن لو معاك فوق كبير شويه تبدا الشرح وانت في مكان ضل، لان المكان خصوصا في فترات الصيف بيبقى صعب شويه المشي فيه. وحوالينك هتقف فين؟ تشرح. اوكي حلو. يبقى this place is located between Pompeii's pillar and the Islamic cemetery now, the Islamic necropolis now, and it was called, or it's called now in the modern times, Tal Bab Sidra. Okay, referring to its high place. And in the ancient times, this place was called Acropolis. What is the meaning of Acropolis? The high fortified place. Why is it a high fortified place? It was because it was one of the highest places in the city. And when Alexander, when the Ptolemy the first and the second, decided to invent the Alexandrian tribe, they decided to build the Serapium. Yom means place of worship. نقول لك يوم، E-U-M دي معناها مكان للعبادة. فسرابيوم مكان لعبادة مين؟ سرابيس. خلاص عايز يوم مكان لعبادة عايزيس وهكذا. So they decided to build the Serapium, the place of worship in Serapis, on a very high place in the city. On a very high place in the city. خلاص؟ أول حاجة هتقابلك وأنت قاعد اللي هو عمود السواري. أي عمود زي ما قلنا بيتكون من كام جزء؟ ثلاث أجزاء. القاعدة والبدن والتاج. القاعدة أتك بيس ومصنوعة أو محطوط تحتها كده مجموعة من البلوكس. البلوكس دي كانت موجودة من عمائر قديمة، مباني قديمة، بدليل إن إحنا لقينا بعض الفراتيش الملكية لبعض الملوك العصر الأسرات. لقينا بعض الانسكريبشنز اللي بترجع لعصر ارسنوي الثانيه، يعني بعض الملكات البطالمه الاوائل. فاذا هي مبنيه على مباني قديمه او قطع من البلوكس الايه القديمه، وفيها انسكريبشن مهمه جدا هو دوت اللي ساعد في تحديد ان العمود بيرجع لعصر دقلديانوس. اوكي، يبقى دي القاعده. البدن يعتبر من الجرانايت، وفي الاخر خالص التاج من البروفايري وياخد شكل الكورينثي. ده التاج دوت اسمه تاج الكورينثي. بيبلغ ارتفاع العمود تقريبا 28 متر، يعتبر من اعلى الاعمده. ده بالنسبه لمبناه. لغايه كام مفهوم؟ طيب بالنسبه لتسميته، الحقيقه حوالين عمود السواري تم نسج العديد من الحكايات والقصص. يعني في فترة أسرة محمد علي مثلا اتقال لأن في مجموعة من الفرنساويين تسلقوا العمود وقعدوا فوق ومش عارفة إيه، وكان في كذا بروبوزل أو كذا مشروع اتقدم لمصر في هذه الفترة لنقل عمود السواري لأحد الدول الأوروبية، يعني زي المسلات ما كانت بتهدى. خلاص، لكن الحمد لله المشروع دوت لم يتم. واحنا عندنا عديد من المسميات تم ذكرها في العدد من الروايات، زي مثلا زي ايه؟ بومبي سبيلر، عمود بومبي. نسبه لمين؟ بومبي ده قائد روماني كان موجود في عصر او في فتره جوليوس سيزر، في عصر حصلت معارك ما بينه وما بين جوليوس سيزر، وانتصر جوليوس سيزر على بومبي القائد الروماني اللي كان ليه يعني ايه شنه ورنه في هذه الفتره. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هو هرب من جوليوس سيزر لمصر، وفتره بقى كليوباترا وبطليموس ال13 قرر ان هو يقتله تقربا لجوليوس سيزر، لان جوليوس سيزر كانت الايه؟ الكفه الراجحه. خلاص؟ محاوله من الدوله البطلميه اللي كانت في اواخر عهدها لارضاء روما اللي كانت هي القوه السياسيه الصاعده، لان ما كانش خلاص فاضل كتير لغايه ما مصر تبقى ولايه رومانيه. تمام؟ وكعاده اليونان والرومان في هذه الفتره في كتير جدا من الاحيان كانوا بيحرقوا البثه زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، وبيضعوها على انيه في انيه. وفي النهايه لو شخص بقى مهم زي بومبي زي تراجان كذا كده شخصيه مهمه بيروحوا رافعين السينري ايرن ديت على عمود. وعلشان كده احد يعني الرحاله كذا
رحالة مصري أو رحالة عرب زي عبد اللطيف البغدادي، قال إن العمود هو عمود بومبي نسبة لبومبي. ده أحد المسميات. المسمى الثاني وهو على فكرة انتشر كتير جدا حتى في البروشورز بتاعت السياحة، إن هو اسمه إيه؟ عمود السواري. السواري هي جمع سارية، والسارية هي سارية العلم خلاص أو سارية السفينة خلاص. وأحد الكتاب المشهورين جداً أو المؤرخين العرب المشهورين اللي أطلق الاسم دوت على العمود بتاعنا أو النصب بتاعنا هو المقريزي، وقال إن السواري نسبة لسارية العلم، وقال إن في المكان كان فيه أكتر من 400 عمود، وفي فترة يعني الحروب الصليبية تم إلقاء عدد من هذه الأعمدة في البحر تمام علشان أصد الحملات الصليبية، ودوت فقط اللي بقى لأن هو كان إيه أكبر. اللي يعني بيؤكد او ممكن يرجح الحاجه زي دي ان احنا فعلا اكتشفنا بقايا اعمده من ضمن الاثار الغارقه اوكي، بس برضو مش ده دليل قاطع ان هو كان فيه ايه اعمده وتم القائها وهكذا. راي تاني قال يكوتي وبريشيا، وكوتي زي ما قلنا هو المدير الاول للمتحف اليوناني الروماني، وبريشا ايفاريستو بريشا هو المدير الثاني للمتحف اليوناني الروماني. قالوا راي تاني، قالوا راي ان هو العمود دوت ان العمود بيرجع ليه ثيودوسيوس، لعصر ثيودوسيوس وقت انتشار المسيحيه على الوثنيه بعد الاعلان. المسيحيه هي الديانه الرسميه للدوله الرومانيه او الدوله البيزنطيه. بعد كده توجه المسيحيين لعدد كبير من معاقل الوثنيه، وتم تدمير هذه المعاقل نتيجه طبعا طبيعيه لما لاقوه المسيحيين في الفتره الرومانيه من اضطهاد. وقال بريتشا ان هو وبوتي برضو قال ان احتمال كبير ان العمود دوت دليل انتصار المسيحيين او المسيحيه على الوثنيه. لكن برضو لازم ناخد في اعتبارنا ان المسيحيين في هذه الفتره او الدوله الناشئه ما كانش عندها يا او لا القدره الماليه ولا الاقتصاديه لعمل هذا يعني هذا العمود الضخم اوكي. الراي الارجح، الرأي الأرجح واللي بيعتمد بشكل أساسي على النقش اللي لقوه في ضمن القاعدة بتاعة العمود إن هو نصب دقلتيانوس، لأن إحنا لقينا انسكريبشن أوكي بتقول إيه بقى؟ بتقول شعب الإسكندرية يهدي هذا العمود إلى إلى الإله دقلتيانوس الذي لا يقهر، الذي لا يقهر خلاص؟ رجعنا بالتاريخ شوية وبدأنا نشوف إيه الأحداث السياسية اللي حصلت في عصر دقلتيانوس. سيبكوا ان هو فترة عصر الشهداء والقصة دي. حصل ايه في عصر دقلتيانوس برضو مهم. اللي حصل ان حصلت ثورة كبيرة جدا في اسكندرية بقيادة واحد اسمه لوكيوس ديميتريوس المعروف في الوثائق باسم اخيلس. اوكي؟ واخيلس عمل ثورة كبيرة لدرجة ان يقال ان دقلتيانوس نفسه توجه الاسكندرية وحاصرها لمدة 7 أشهر، في بعض الروايات 4 6 7، الناس وصلت لسبع اشهر، لدرجة ان اسكندرية في هذه الفترة عانت من مجاعة تمام. ولما دقلتيانوس عرف حاجة زي دي راح فاكك الحصار وبعد جزء من القمح لاسكندرية مرة اخرى. انتوا عارفين ان القمح كان بيرسل سنويا من مصر لروما خلاص. مصر هي زي ما بقولنا سلة الغلال اوكي. فنتيجة لهذا ان اهل اسكندرية عايزين يعترفوا بجميل دقلتيانوس اوكي، فراحوا عاملين له ايه العمود دوت. والرأي دوت زي ما بنقول هو الرأي الأقرب للصحة نتيجة ان هو بيستند على موجود اوكي، فهو دوت اللي احنا نقدر نقول عليه الأقرب للصحة. انما روايات الرحالة والمؤرخين وكده ممكن تبقى محل للجدال والشد والجذب. ماشي دلوقتي كده مفهوم اوكي. يبقى concerning the nomination of this pillar. After talking about the description of this pillar, as we said before, like any other pillar, consists of how many parts? Three parts. The base, the body, and the or the shaft, and the crown. The base and attic base, and it consists or underneath this base, we can find blocks from older buildings and from older kings and queens, such as Arsinoe, Pasmatic, and many other hieroglyphic inscriptions and cartouches are found inside this base. The body itself, it's made of granite, probably found from the quarries of Aswan and transported from there, and after that it was settled in this place. And finally, the capital. The capital is taken in the Corinthian style. Okay, the total height is about 28 meters. This is for the description. Concerning the nomination, we have different nominations or different opinions.
Okay, the first one that this pillar is called Pompey's pillar, after one of the most well famous or well known Roman leaders during the reign of Julius Caesar, who was Caesar. Okay, there, after many battles between Julius Caesar and Pompey, Julius Caesar, the prominent one, defeated Pompey, and therefore Pompey fled to Egypt, and he was killed by the Ptolemies, yes, trying to gain the satisfaction of Julius Caesar. بيحاولوا يرضوا Julius Caesar, and they placed the ashes of Pompey in a cinerary urn, following the Greek and Roman traditions, and they settled this urn, the huge urn, on a pillar. Okay, and this tale was confirmed by the Arab historian Abdel Latif al-Baghdadi. This is the first nomination. The second nomination, that this pillar was called Sawari pillar, and this was mentioned by the Arab historian al-Maqrizi. He said that this place was once occupied by more than 400 pillars. Sawari pillar was the highest one, and therefore it was called Sawari, referring to the flag stuff on the board of the ships. And during the time of the Crusaders, بعهد الصليبيين, اللي حصل, they threw many of these pillars on the shores of Alexandria to make a sort of a defense, خلاص, against the Crusaders. This is the second nomination. The third nomination is supposed by Pritchard, Evaristo Pritchard, the second director of the Greco-Roman Museum. He supposed that this pillar was made up by the Christians in order to commemorate, يعني ايه commemorate؟ لتقربوا؟ لتخليد, to commemorate the victory of Christianity over paganism. What is the meaning of paganism? And therefore, Pritchard named this pillar Theodosius pillar. Okay? However, we should consider that the Christians during that time didn't have the financial support to set up this such a gigantic pillar on this place. Amen? The fourth nomination, or the fourth opinion, and this is the most reasonable nomination, that this pillar is called Diocletian, the pillar of Diocletian, after the Roman Emperor Diocletianus. Okay, Diocletian, during the reign of this opinion is based on the Greek inscription, which we found in among this base on one of the blocks, saying what? Saying that the Alexandrians set up this pillar on this place, and they dedicated this pillar to the god Diocletian, the invincible, الذي لا يقهر. Returning to the history of the Diocletians, and besides making a very cruel religious oppression against the Christians, he also made another thing. He tried to suppress, to suppress a revolution which was led by a person called Lucius Domitius, known as Achilles in Alexandria. And therefore, he came with his fleet and besieged, Hawit, okay, the city for about 7 months. And therefore, there was a great famine occurred in Alexandria. And Diocletian, it was said that he broke the besiege and he gave the Alexandrians part of the annual grain to them, okay, to solve this problem. And therefore, the Alexandrians set up this pillar to show their gratitude. يعني show their gratitude. عشان يقدموا أو يظهروا عرفان بالجميل. To show their gratitude to the Roman Empire. بجد كده مفهوم؟ لو شرحتها كده في المكان الظل دوت يعتبر أفضل. هقول لك بقى تشرح الصراف فين؟